أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضال، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام على أمير المؤمنين. أطال الله في عمر الأمير. إني أحمل إليكم نبأ من العراق. الحسين بن علي؟ بل أحكم عاملكم على الكوفة عبيد الله بن زياد الطوق حوله في أرض يقال لها كربلاء. أحسن فيما فعل، إن لم تنل منه السيوف نال منه العطش وقتله. ودت دمشق لو أنك تهدد الروم كما تهدد ابن بنت رسول الله يا أمير المؤمنين. هلت ألا تكفي عن التدخل في أمور الحكم يا هند؟ وهل عهدتني أمي عليك أوامري كما يفعل نتماء كثور السلمي وسرجون الرومي؟ لم أبقى سوى قردك لم تستشره بقتل الحسين بن علي. ما من أحد يملي علي أفعالي، وما ترينه من إملاءات من بعض بطانتي ما هو إلا أخذ بقول الناصحين الغيورين على سلامة الأمة من بغي الحسين ومن خرج معه. وتكلف نفسك بالاستماع إلى من أعماهم التعصب الأعمى ومن أحشاهم الحقد على آل رسول الله، وتنسى أحاديث رسول الله بالحسين، بل وتتجاهل مقامه عند جده. والله لو لم يكن لك رأي في قتله لما أخذت بوسوسات شيطانك الرومي، ولما بعثت بكتبك إلى أمصار تأمر فيها عمالك بقتل الحسين. لقد بات الأمر أوضح من أن أجد نفسي ببيانه. فالشمس لا تنفك ناصعة وإن سمجت محاسنها بعين الأرمدي. والله ما خرج قوم قبلكم لقتل ذرية نبيهم، والله والله ما تجرأ قوم على بقية أنبيائهم، والله ما أعز الله قوما ذلوا رقابهم للظالمين واجترأوا على خيرة المسلمين. يا أهل الكوفة لا يغرنكم قول الزور، ولا يخيفنكم طغاة القلاع والقصور، والله والله
لئن رفعتم على الحسين سيفا او قناة رفع الله عنكم واسع رحمته وانزل عليكم شديد نقمته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظكم وسينجيكم من شر العداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدركم. أستودعكم الله. كل يشري لأجل مثل Thank you.
جئت دون الحسين. أين تركت الحسين؟ وكيف تركته؟ على الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله ما بقيت، وبقي الليل والنهار. أظنك زينب ابنة علي. من هذا؟ ماذا تريد يا ابن ذي الجوشن؟ ما شفيت غليل حقدك بعد؟ إنه علي بن الحسين، الحسين الذي دعوتموه ثم خذلتموه.
ظننت أننا لم نبق إلا على الأطفال والنساء. هذا ما استبقاه الله من ذرية الحسين. أتريد قتله أيضا؟ لما بقي حيا؟ أظن أنه جبن عن القتال. ليس من عادة أحفاد محمد وعلي أن يجبن، إنما الجبناء من خشوا حساب السلطان ونسوا حساب رب الأكوان. ويحكم ويحكم يا أبناء علي، لا تكسر لكم شوكة ولا يفت لكم عضد. لا أبقاني الله إن أبقيته. على رسلك يا شمر، وبك جرأة على قتل العليلين والمرضى. دعيني وإلى قتلتك. هيا يفعل، فيعلم المسلمون أن يزيد قد جند الجند وجيش الجيوش للنيل من امرأة ذنبها أنها حفيدة محمد الذي نصب يزيد نفسه خليفة له. هيا يفعل، فمثلك لم يرعو عن قتل سبط رسول الله وريحانته، فكيف به وهو أمام امرأة تمنت الموت قبل أن ترى أخاها مذبوحا بسيوف الشر الخلق. إنا لله وإنا إليه راجعون. اصبر، إن الله مع الصابرين. بشر يا حرملة. أبشر بالغلبة أيها الأمير، فقد غلبت ونفذ أمر مولاي يزيد على يد خيرة من ولي على الكوفة، أميري عبيد الله بن زياد. قتل الحسين؟ والله ما أردت أن أسبقك بالنطق بها. أجل، قتل الحسين. قتل الحسين. والله لقد بشرت بخير ما بشر به أمير، فاستحقيت الجائزة. خذ. قتل الحسين. قولي. مرني يا أمير الجند، خذ معك ثلة من الجند واحمل رأس الحسين، واذهب من فورك إلى النخيلة حيث مولاك ابن زياد، فإذا وجدته قد عاد إلى الكوفة فسر إليه دون أن تلوي على شيء. لابد أنه يتحرق شوقا لرؤية رأس الحسين بين يديه. يا أختا، تعزي بعزاء الله، واعلم أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وإن كل شيء هالك إلا وجهه تعالى، والذي خلق الخلق بقدرته ويبعث الخلق ويعودون، وهو فرد وحده. يا أختا، أقسمت عليك فأبري قسمي ولا تشقي علي جنب ولا تخمشي علي وجه ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت. اللهم تقبل منا هذا القرآن. هون ما نزل بي أنه بعين الله. اللهم إنا نستودعك أحب الناس إلى رسولك. آه،
عليك مني السلام يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. أنا أخذت رحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. رأس الحسين. أجل مولاي، رأس الحسين. سأشبع عيون الكوفيين فزعا وذعرا ورعبا وهم يرون آل بيتك يا حسين. سبايا لن تشفع لهم حتى قرابتهم من جدهم محمد. والله إنك أردت استقبالك عادتي يا حشاشتك بدي. هذا ما أراده الحسين لكم؟
لقد كنتم تعيشون في مدينة جدكم بسلام. ما الذي حملكم إلينا؟ بضع رسائل من رجال خائفين؟ والله إن المبايعة أسلم، ولكان الحسين بقي في داره يحصد ثواب إعطاء الفقير وإيواء المسكين ويفتي بالناس ثم يدخل الجنة. ولكن زينب ابنة علي، لقد سمعت أن أباك كان يطفئ نار القنديل حتى لا يرى ظلك أحد، أليس كذلك؟ الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم. بل الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا. إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. وكيف رأيت صنع الله بأخيك وبأهل بيته؟ والله ما رأيت إلا جميلة. جميلة؟ جميل أن تري قتل أهلك؟ هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاش وتخاصم. فانظر لمن الملك يومئذ يا ابن مرجانة. الحمد لله الذي شفى قلبي بقتل طاغيتك الحسين ومن معه من المردة والعصاة. إن كانت قرت عينك بقتل الحسين فقد كانت عين رسول الله تقر برؤيته، وكان يقبله ويحمله وأخاه على ظهره. فاستعد غدا للجواب. لمن الإنصاف قطع ألسنة أبناء علي. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ من أنت؟ ويحك، أما ترد على الأمير؟ إنه علي، علي بن الحسين. أما قتل الله عليا؟ كان لي أخ يسمى عليا قتلتموه، وإن له منكم مطلبا يوم القيامة. ويحك، أفيك بقية من جرأة لترد علي؟ شبر، اضرب عنقه. سيئات من دمائنا ما سفكت، فقد قتلت كهلي وأبرأت أهلي وقطعت فرعي. فإن تشفيت فقد اشتفيت، وإني لأعجب ممن يتشفى بقتل أمته. إن أردت قتله فاقتلني معه. أيها الأمير دعه له. بل أقتله فأحسم به هذا الأمر، وأميت به هذا الداء، وأقضي به على هذا النسل. إن به مرضا يقتله ويكفيك أمره. مرض؟ إن المرض أشد عذابا لك من الموت. وإذا مرضت فهو يشفين. خذوه من السجن.
قتل الحسين؟ وهذا كتاب ابن زياد إليكم. نسيرهم إلى أين؟ إلى الشام. الشام؟ هذا أمر الخليفة فيهم، وقد أمر أن نسيرهم إليه. ولكن أيها الأمير، إن لعلي بن أبي طالب موالين في العديد من الضياع التي لا بد من سلوكها للوصول إلى الشام، وقد تواجهنا الخطوب ونحن نحمل أبناءه بين مقتول ومسبي. سأسير معك ما أردت من الجند، فلا يجرؤ أحد على مناجزتك. أراك تنظرين إلى طاق كسرى يا ابنة علي. أولم ينشق طاق كسرى لولادة جدي رسول الله؟ بلى، فكيف بقلب رسول الله الآن ورأس ولده منشق عن جسده وحرمه سبايا؟ تشفى يا ابنتي الجوشن، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. كان ينبغي أن تظل الرؤوس على الرماح لا أن توضع في الصناديق. وهل تريد أن تضاف رؤوسنا إليها؟ نخشى أن ندخل ضياعا فيها موالي لعلي، ولا يريد الشمر أن يظهر الرؤوس أمامهم. ستكونين إلى جوار الحسين بن علي. انظري، انظري إلى ذاك الكلب المتحفز، إنه يتضور جوعا ويتشوق لوليمة دسمة. إن أنيابه
لا تبقي حتى على العظام القاسية. فما بالك بعظام هند الطري النحيلة؟ أما عجبك بهذا الكفو؟ استعمل هذا الحرير الفاخر كي يلعب به جسمك القبعاني والحالي مسافرة. هند، أنا مجبر على رضخ هذا الثوب الكثير من الدماء لأن الكلاب ترى بعنفها. أطلق الكلب عليها. مولاي، رفقا بولدك. ولدي؟ ألا تنتظر حتى تلد لك؟ وهل هندو؟ أجل. والله ما قتل الحسين إلا ليذل بقتله كل من يجهر بحق وينطق بصدق ويحرم الحرام ويحل الحلال ويحدث بشرع ويتبرع عن طاعة المفسدين وعن مد يد البيعة لكل أفاك أثيم. فإن كان رأس ابن بنت رسول الله يقطع فأبشر بالذل والهوان، وإلا تهيأ للقتال والصبر والسلوان. لن أجيبها على هذا الأمر. يا مولاي، إنها لا تسألك غير إرجاع سبايا إلى أهلهم، فما الضير في ذلك وقد قتلت الحسين ونلت منه مأربك؟ لتقايضني على أمر غير هذا فأنظر فيه. معذرة يا مولاي. ماذا وراءك يا ثور؟ حضر إلى مجلسكم رجل يشكو الروم. وهل يريد مني أن أغزو عاصمة الروم؟ لا يا مولاي، لكنه يقول إن الروم قد تجاوزوا ثغور المسلمين وأمعنوا قتل بالمسلمين وأحرقوا ضياعهم، وجاء يطلب إلينا المدد. ابعث إليه بالرومي كي يسمع أحدوثة الرجل ويجيبه بما يرى. ولكن يا مولاي. ثور، افعل بما أمرت به.
أمضي ب15 رجلا وسدوا عليهم الطريق، أما أنا فسأجهد لمنعهم من الخروج منه. هيا هيا. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الحسين استشهد في سبيل الله على يد ألعن خلق الله وأبغضهم إليه. ما الذي أخرجكم لقتالنا؟ ألا تعلمون من نحن؟ والله ما من شيء أحب إلى أنفسنا أكثر من اللحاق بسيدنا الحسين والتقرب بدمكم إلى الله. الله أكبر، الله أكبر. قد وافق مولاي الخليفة على ما طلبته منه. حقا؟ أجل، أخشى أنه يمكر ولا يفي بعهده. لا لا لا، يقال هذا بحق مولاي الخليفة. هل وعدك بأنه سيعيدهم إلى المدينة من حيث هم الآن؟ بالطبع، وقد أرسل رسولا من أجل أن يبلغ الذين يسيرون بالسبايا أن يعيدوهم معززين مكرمين إلى مدينة جدهم. يمكنك أن ترتاحي وتريحي جنينك من الهم والحزن. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لقد قتلته فاستحقت العقاب. على رسلك يا شمر، فلو كلف ابن زياد بقتلنا لفعلها قبلك، فهو أتوق لذلك منك وأشغف. فوالله ما قتلت إلا ذودا عن أخيها العليل. اقتلني أنا. هو لم يفعلها، أنا من قتلت الجندي، اقتلني أنا، لا تمسه بسوء. يا لعثار أهل هذا البيت، لقد سكتنا عن هذا، منتهم أنفسهم بقتل المزيد من الجند. ارفع بلاء جندك عنا يا ابن ذي الجوشن، فقد وفيتم البلاء ووفينا الثواب عليه. أقرئي مني السلام على قبر ولدي الحسين. Thank you.
مثلكما مقيدة وتفر مثلما. زجر، اذهب بعدد من الفرسان واتوني بها قبل حل الظلام، فلا أظنها ابتعدت كثيرا. هيا. ويلكم يا أبناء الظلمة، ويلكم. ويح هذه الرحلة، لو حملت جبلا على كتفي لكان أهون علي من حملهم إلى الخليفة. أبشر يا ابنة الكرام، اللهم احفظ سكينة بحفظك وعطف عليها بعطفك، إنها بعينك التي لا تنام وبصونك الذي لا يبام. اللهم احفظها من كل مكروه، إنك سميع مجيب. يا رب يا رب، ذا يقنعني بأن ابنة الحسين تقتل ثلاثة من الرجال ومنهم زجر. من؟ من يقنعني بهذا؟ ويلكم يا آل الحسين، لقد حانت منيتكم، فاشخصوا للموت وتهيأوا له. ما عدت أبالي بقصاص يزيد وابن زياد، استعدوا للموت يا أبناء محمد. اللهم إن قتلنا فاحتسبنا من الشهداء عندك يا رب العالمين. ارجع إلى رشدك يا ابن ذي الجوشن، لأن قتلتهم خسرنا جائزة مولاك يزيد، وربما خسرنا رؤوسنا أيضا. إنها سكينة، سكينة ابنة الحسين. والله لأن وصلوا إلى يزيد لما تأخر عن عرضهم وسوقهم، تشفيا بهم واستعلاء عليهم، تشبرا وإمعانا بإذلالهم. حينئذ لن يتجاوز الله عن واحد منكم، ولن يعفو عن مؤمن حتى يكفر عن ذنبه. يا
لابد أن أحد ضعفاء النفوس أخبر الوالي، فهو يجمع جنده لأمر لا أعلمه. علم الوالي؟ كيف؟ لا أدري من يكون من هؤلاء. لا وقت للبحث عن ذاك الخبيث. هلموا كي نخرج قبل أن يداهمنا جند الوالي فنشغل عن أهل الحسين. سكينة، كيحات ثمار، هيا بنا. ما الأمر؟ ما الذي يحدث؟ لقد علم الوالي بما ننوي القيام به، وها هو ينشر الجند في كل مكان. هيا تحركوا. هيا. لقد وصلنا رسولك أيها الوالي، فما سبب مجيئك؟ إليك هؤلاء الفرسان تصحبهم معك إلى الشام، ولكن أحذر الدخول إلى الموصل، فلا نريد أن نقاتل الناس فيكم، وقد قتلنا قبلهم من كان يتربص لحظة وصولكم ليستنقذ منكم أهل الحسين. سكينة، ما قولك بسكينة؟ والله لا أدري يا عاتكة، إلا أن الله يهيئ للمؤمنين سبل الفرج من حيث لا يحتسبون. أما كان ينبغي أن تعود إلى المدينة المنورة؟ ما أظنها تقوى على الابتعاد عنا. لكن من الذي أعانها للوصول إلى الموصل؟ عمتي، هل سأسمع صوت سكينة من جديد؟ وسترينها إن شاء الله. والله ما من رزية أقرح للقلوب، وما من خطب أدمى للفؤاد وأفرى للأكباد، وما من عصية أشد على النفوس من تركنا حرائر رسول الله وبناته بين يدي أولئك المارقين على الدين الناكثين لعهد الله ورسوله الأمين. أولئك المتبرمين من الإسلام تبرم الظلام من النور، المعلنين لرزايا الفسق والفجور. يا أشراف حلب، يا أشراف حلب وشبابها، إن كان قد عداكم القتال بين يدي ريحانة رسول الله وسبطه وتجاوزتكم سيوف ابن زياد ويزيد، فلم يفتكم في أهله الأجر والثواب. فهبوا لقتال أعداء رسول الله، وأن الله لمجزيكم الثواب يوم الأجر والحساب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله عدد الرمل والحصى وزينة العرش إلى الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله الذي ذبح أولاده بشط الفرات دون أن يدفع عنهم الضيم والبلاء حتى التحقوا بالرفيق الأعلى طيبي العريكة معروفي المناقب مشهوري المذاهب، لم تأخذهم في الله سبحانه لومة لائم ولا عزل عازل، عبدوا الله صغارا وحمدت مناقبهم كبارا، وكانوا للمسلمين خيرا نصحاء
زهدوا في الدنيا زهد الراحلين، ورغبوا في الآخرة رغبة الآملين، وجاهدوا في سبيل الله فاختارهم شهداء. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أتدرون أي نفس نزعت إلى قتالنا؟ أم بأي رجل مشوا إلينا؟ ولا أظنكم تجهلون من قست قلوبهم وغلظت أكبادهم وطبع الله على أفئدتهم وختم على سمعهم وبصرهم وسول لهم الشيطان وأملى لهم وجعل على بصائرهم غشاوة فهم لا يهتدون. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، ها هم بنات رسول الله يساقون بالصياط على يد أشر الناس وأبغضهم إلى الله، يساقون أطفالا ذوى عودهم ونساء ضمرت وجوههن وإماما يسار به فوق رمال النظر. لك حاجة يا ابنة رسول الله؟ ما بها؟ بها الذي أراده يزيدك بأهل بيت رسول الله. والله لو عاد الأمر لي لأطلقتكم جميعا. تتأسون لحالنا وأنتم تمدون نواصيكم لأمراء السوء يديرونها كيفما شاءوا؟ هداكم الله إلى جادة الرشد والصواب. يا ابن رسول الله، ألا تكلم هؤلاء الجند بما يغير حالهم؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أشفقت على هذه الطفلة فأتي إلينا ببعض الماء نخفف عنها احترارها، واحرص أن تأتيني بماء طهور لم تمسه أيدي هؤلاء السكارى. الذي بيدك؟ إنه ماء يا سيدي. ماء؟ ولمن تأخذه؟ إليهم، طلبوه لعلاج احترار طفلة من أطفالهم تنتابها الحمى. أرني. ألا تخجل بأخذها بنصف ما تكتسب؟ أزيدها يا سيدي؟ لا، أنا أزيدها لك. اقترب. والآن خذها إليه. هيا، ما بك وشمت؟ خذها وليشفوا مرضاهم بها. هيا هيا. لا تثريب عليك، فقد أمناك فأتمنت وامتحناك فكنت ناصحا لنفسك.
ليث؟ السلام على أبي الأسود الدؤلي. وعليك السلام ورحمة الله يا ليث. ألا تدخل؟ ما جئت ضيفا، وإنما جئت لأطلب النفرة والنصرة. النصرة؟ نصرة من؟ نصرة أبي عبد الله الحسين. هيهات هيهات، والله قد خسرنا الفوز معه وأخطأنا السبيل إليه ونحن في غفلة من أمرنا، فما علمنا مقصده إلا بعد أن تلقفته سيوف الإثم والعدوان. أفإن عاد الحسين وطلب إليك أن تؤمن أهله وتذود عنهم، تجيبه يا أبا الأسود؟ قل يا ليث، ما وراءك؟ تهيأوا رحمكم الله، وصابروا وانفروا، وقاتلوا من هتك الدين وأباح حرمة المؤمنات والمؤمنين وأجاز لنفسه سبي حرائر رسول الله وعصى رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ومن تبعه إلى يوم الدين. سيروا رحمكم الله. من أنتم؟ وماذا تريدون؟ أطلق سراح السبايا. ويحكم، أما تشفيتم بقتل سيدهم الحسين الذي خشيه مولاك يزيد؟ فما حاجتكم بالنساء والأطفال؟ أعطي الأمر بإطلاق سراحهم وإلا قطعت رأسك. الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيدا وجعل العبيد بطاعتهم ملوكا. إذا لم تتكلم أقسم لأجعلنك تنظر إلى لحمك وهو يشوى أمام نظريك. هيا، أين ذهبوا بهم؟
والله لو كنت أعرف مكانهم وقطعتني إربا إربا لما دللتكم عليهم. أبشر أيها الوالي. أين هم؟ إنهم ينزلون في قبيلة دؤل. ويحك يا أبا الأسود الدؤلي، تعلن مناصرتنا وتبطن عداوتنا؟ والله لأجعلنك عبرة لشيوخ القبائل ووجهائها. أحقنوا دماءكم وابعثوا إلينا بأهل الحسين نسير بهم إلى الخليفة. والله لن تمسوهم وفينا عرق ينبض، إما أن ترجعوا وإما ننتصر أو نموت دونهم، لا نأسف على حياة بعدهم. ألا تتركينهم يا درة؟ ولك الأمان أنت ومن معك. لقد خبر قتالنا هؤلاء الأجلاف الذين معك، فاستعذ بالله وارجع عن غيك أيها الوالي، ودعنا نسير بآل الحسين إلى مدينة جدهم، لعل الله يكفر عنك. الله لا نذهب إلا وهم معنا. إذن فأبشر أيها الجلف بباس سيوفنا وطعن رماحنا. ألا تشترين حياة أبا عزيز؟ لا، ذودي عن بنات رسول الله يا ابنتي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قاتليهم يا ابنتي، قاتليهم، فإنهم كقوم نوح، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ومن حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجى وأسرع لمجيء ما يحذر. قاتليهم. سنرى من يكون الخبيث أيها الشيخ الخرف. أبي أبي أبي. خذيه، لا حاجة لنا به. آجركم الله فدعونا نقاتل معكم، فنحن أحوج إليكم من حاجتكم إلينا، ونحن أولى بالدفاع عن أنفسنا.
معونتي من الرب الذي صنع السماء والأرض. أنهكنا الطريق فقلنا نرتاح قليلا في دياركم. إنها ديار الرب، ولكن من أنتم؟ نحن جند خليفة المسلمين يزيد. قد لا يسعكم الدير كما ترى. إن معنا أمانة للخليفة، ونخشى أن نقع في شرك أعدائه فيخطفوها منا. لما فعل هذا؟ أهي صدقة؟ هذا طعام الرب وأنتم ضيوفه. أتسمح لي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إن كان جدك محمد نبي الله ورسالته رسالة الحق، فلما لا يستجيب لكم ربكم فينقذكم من القتل والأسر والسبي وأنتم بضعة من نبيه كما تقولون؟ أما كان عيسى بن مريم رسول الله آتاه الكتاب وجعله مباركا، فلما تقولون إنه صلب؟ ولما قتل بطرس ويوحنا وآخرون وهم من أهل ملته المخلصين على يد أهل البغي؟
وإن كان للمسلم على المسلم مظلمة فما يؤخذ منه؟ يؤخذ من حسنات الظالم ويدفع للمظلوم. وإن لم يكن للظالم حسنات؟ يؤخذ من سيئات المظلوم ويحط على الظالم. سمعناك تتكلم وتدعو زاهدا، فما هو الزهد؟ أعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع، وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين، وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا. ألا وإن الزهد في كتاب الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وما هي أفضل الأعمال عندكم؟ هي أفضل الأعمال عند الله سبحانه، فما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسوله أفضل من بغض الدنيا، وإن لذلك شعبا كثيرة، وإن للمعاصي شعبا، فأول ما عصي الله به الكبر، وهو معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين، والحسد وهو معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله، فتشعب من ذلك حب النساء وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو وحب الثروة، فصرنا سبع خصال اجتمعن كلهن في حب الدنيا، حتى قال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هل صدقت ما قال علي بن الحسين أن الله يبتلينا ليميز الصادق من الكاذب؟ رأيناك تتكلم معه، ماذا قال لك؟ ماذا يقول رجل صبت عليه الابتلاءات صبا؟ قتلوا أباه وأحبته ثم وضعوا رؤوسهم في صناديق يراها كيفما التفت، ثم يحمد ربه. فإليك أفر ومنك أخاف وبك أستغيث، وإياك وإياك أرجو. داومي على مسح عيونها بهذا وستشفى بإذن الرب، سأصلي من أجلها. هل سأبرأ يا عمتي؟ هل سأبرأ؟ إن شاء الله يا رقية، إن شاء الله. خولة
الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله الذي أهلككم ومكن الخليفة منكم. يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ وما شأنكم أنتم بالقرآن؟ هل قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قرأت ذلك. فنحن القربة يا شيخ. وهل قرأت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قرأتها أيضا. فنحن أهل البيت الذين خصنا الله بآية الطهارة. ويحي ويحي، أأنتم هم؟ تالله إنا لنحن هم، وحق جدنا رسول الله. جدكم رسول الله؟ اللهم إني أبرأ إليك من عدو رسول الله، اللهم إني أبرأ إليك من عدو رسول الله. لقيت بحيك يا حسين. ما كنت أظن أن أبا عبد الله قد بلغ هذا السن، فإذا شعره ورأسه قد نصلا من الخضاب الأسود. أتنكت في رأس الحسين؟ والله لقد أخذت عصاك في ثغره مأخذاً، لطالما رأيت رسول الله يقبله. أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وشفيعك ابن زياد، ويجيء هؤلاء وشفيعهم رسول الله. الويل لك يا يزيد، الويل لك يا يزيد، الويل لك يا يزيد، الويل لك يا يزيد. يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير.
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟ وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟ نكأة بدر بنكأة كربلاء. إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك. ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عثرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا. وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا. يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل إمبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟ لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. أقسم لألحقنك بأخيك. مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب. سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية. لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها. اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي. كذبت ولا أمت، ما ذاك لك ولا لأميرك؟ يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه. كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. كذبت يا عدوة الله. عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبطا هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين،
الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء. قد بدأت تتلقى جزاء بغيك يا يزيد. أصرخ، أصرخ كما يحلو لك، فقد حان لك أن تتألم. أصرخ. فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. حسين يا مولاي، وتريد أباها؟ تريد أباها؟ حسن، ابعثوا به إليها. ما بكما تخيفان كلب لها؟ ابعثوا به إليها لترى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدث كلام زينب ثم كلام علي بن الحسين لغطا كبيرا في الأندية والمجالس التي باتت تغلي كحميم البركان. ذهبت مكانتي بين المسلمين، تبا لكما ولمن استجاب لمشورتكما. الآن عدمتم النصح والمشورة؟ قولا، ما الذي يمكنني فعله؟ أرى يا مولاي أن تفرد لآل الحسين بيتا يقيمون فيه ريثما تنظر في أمرهم. أرى يا مولاي ألا تبقيهم طويلا في الشام حتى لا تمكنهم من الإمعان في فضحنا بين الناس. السلام عليكم يا أبناء العم. وعلى من اتبع الهدى السلام. لماذا تشيح بوجهك عني يا ابن العم؟ ماذا تريد؟ جئت لأعطي لا لآخذ. وماذا يمكنه أن يعطي من هو مثلك وأنت أفقر الناس حظا عند الله وأحطهم منزلة عنده، فماذا ستعطي؟ إذا كان للمسلم على المسلم مظلمة فماذا يأخذ منه؟ يؤخذ من حسنات الظالم ويدفع إلى المظلوم. وإن كان مثل هذا ظالما ليست له حسنات. يؤخذ من سيئات المظلوم ويحط على الظالم. سامحكم الله يا أبناء العم، سامحكم الله. لعن الله ابن مرجان الذي أنزلنا هذا المنزل، فلو كان لي علم بما سيفعل لدفعت الحتف عن أبيك ولو بهلاك بعض ولدي. لقد فات الفوت وأمرت بما نزعت إليه نفسك وقتلت أبي ومن معه، فما الذي تريده؟ ما أقل حياءك وأصطف وجهك، ما أقل حياءك وأصطف وجهك. تقتل أخي وأهل بيتي وتعطيني عوضا عنهم؟ والله ما رأيت كافرا أو مشركا شرا منك. ماذا تريدون إذن؟ أريد أن تعيد إلي رأس أبي وأن تعيد إلى النساء ما استلب منهن، ففيها مواريث الآباء والأمهات. وإن كنت تريد قتلي فأرسل مع العيال من يوصلهم إلى مدينة رسول الله. أما رأس أبيك فلن تراه، وما أخذ منكم لن يرد إليكم. أما النسوة فلن يعود بهن غيرك، وقد عفوت عنك. عهدنا إليك برعاية وصحبة ودائع رسول الله إلى يثرب. حبا وكرامة يا مولاي. لئن أخرجتهم نهارا يا مولاي تجمع حولهم الناس مودعين، لربما جعلوا من الناس سلطانا يحتمون به منك ويثورون عليك. إذن فليسر بهم ليلا في الظلام بعيدا عن عيون الناس. مرني يا أمر رسول الله. هل عرشت بنا إلى كربلاء فنجدد عهدا بقبر أبينا؟ إني لأرجو الله أن يكرمني بهوانكم. وقد استجاب الله لدعاء الإمام الحسين عليه السلام
وأكرمه بهوان من ظلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. صدق الله العلي العظيم. رجل وحيد يدعى الحسين.